السلام عليكم ورحمه الله الخوت، بخير عنين. المهم كاين هاد السلعه، هادي سلعه ديال السواق ديال الفراشه. المهم سلعه ديال الخبز الخوت، اللي خصو شي حاجه مرحبا. سلعه ديال الدراوشه ديال الخوت. المهم كاين حبات اللي كيكونوا مزيانين، كاين الحبات اللي فيهم شويه الرتوش. دوز ادوز انتما الخوت، كاين البياسه اللي كتكون فيها شي روتوش خفيف وصافي، كاين البياسه اللي تقدر ما تلقى فيها والو. المهم السلعه ديال الخبز هذا هو ليك، وكيما عودناكم الخوت راه ديما تمن زوين. المهم السلعة مخلطة الخوت ديال هاد الوقت، ديال مخلطة فيها بياسات سبرديلات سبايبطات بنات ولاد. المهم لا خصو شي حاجة مرحبا، كما قلنا كتبقى فيها 200 بياسة، بالنسبة للثمن ديالها كيبقى بخمسطاشر درهم. المهم سلعة ديال الخبز اخوت دايزة دايزة، سلعة دايزة. المهم راه كنحاول ما امكن ندير لكم اثمنة ديال الخبز، بالنسبة للناس اللي عندها راس المال على قد الحال، ولا كاين اللي عنده راه كاين اللهم بارك اللي عنده راس المال وكيبغي يخدم هاد السلعة ديال الفراشة، كطيح في تمن زوين. ايوا اللهم يسر الخوت، هاي اللهم بارك. راه كيما طاحت كيما تنخليو، ما كنقيو ولا سدعة ما كن، يعني كنحيدو غير هذيك اللي كانت مقطعة بزاف شي حاجة لها الطرمة هي اللي كنحيدو، أما الحبات المزيانين كاع تنخليهم فيها. راه فيها بياسات الخوت، فيها بياسات، يلا اللهم يسر. المهم أقل عدد هو 200 حبة، اللي بغا 200 بغا 400 بغا 600 بغا 1000 كاينة موجودة. المهم اقل عدد هو 200 حب، يلا اللهم يسر.